أكثر الوظائف التي تؤثر على الصحة. العمل المكتبي. يعتقد العديد من الموظفين أن الجلوس على مكتب طوال اليوم هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن القيام بها للصحة، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً بعض الشيء، في حين أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر السمنة وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى، إلا أن الجلوس نفسه ليس المشكلة، بل قلة النشاط البدني. سائق شاحنة. يتفق الناس في المنتدى على أن قيادة الشاحنات وظيفة تتطلب مجهوداً بدنياً وتتضمن ساعات طويلة وجداول عمل غير منتظمة، في حين أنه يمكن أن يكون وظيفة ذات أجر مرتفع دون شهادة جامعية، إلا أن السائقين قد يتعرضون لعوادم الديزل مما يضر بصحتهم. يتعرض عمال المصانع في كثير من الأحيان لمواد كيماوية ومواد خطرة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج الجلد ومضاعفات صحية طويلة الأجل. عامل البناء. يتعرض عمال البناء لمواد خطرة مختلفة، وغالباً ما يطلب منهم القيام بمهام تتطلب مجهوداً بدنياً. هذه الأعمال يمكن أن تسبب آلام الظهر وآلام المفاصل ومشاكل في الجهاز التنفسي. عامل الرعاية الصحية. يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية في كثير من الأحيان للأمراض المعدية، ويجب أن يعملوا لساعات طويلة في ظروف مرهقة. يقول العديد من المستخدمين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر والاحتراق المهني ومشاكل الصحة العقلية. مصفف شعر. هل فكرت يوماً في المخاطر التي تنطوي عليها تصفيف الشعر؟ يتعرض مصفف الشعر لمواد كيماوية وأبخرة مختلفة يمكن أن تسبب تهيج الجلد ومشاكل في الجهاز التنفسي والسرطان. طاهي. يتضمن العمل كطاه في كثير من الأحيان قضاء ساعات طويلة في بيئة حارة وضاغطة، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة البدنية والعقلية للشخص. يمكن أن تتسبب ساعات الوقوف الطويلة وأداء المهام المتكررة في المطبخ في آلام الظهر وغيرها من المتاعب الجسدية. ضابط شرطة. يتعرض ضباط الشرطة في كثير من الأحيان لمواقف عنيفة ومؤلمة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجعل الساعات الطويلة وجداول العمل غير المتوقعة من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي. أخيراً، يخاطر البعض بحياتهم من خلال الاستجابة للعنف المنزلي والاتصالات الخطيرة الأخرى. ربما لهذا السبب يظهر هذا العمل على قائمة الوظائف ذات الأجور المرتفعة التي لا يريدها أحد. ممثل مركز الاتصال. يقضي ممثل مراكز الاتصال ساعات في الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر والرد على المكالمات الهاتفية. يمكن أن يؤدي هذا النمط الخامل من الحياة إلى آلام الظهر والرقبة وضعف الدورة الدموية. عامل نظافة المكاتب. أخيراً، غالباً ما يطلب من عمال نظافة المكاتب العمل في مناطق سيئة التهوية، ويتعرضون لمواد كيماوية مختلفة للتنظيف يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج الجلد والسرطان. من المهم أن نتذكر أن كل وظيفة تأتي بمجموعة خاصة بها من المخاطر والتحديات، وأن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتخفيف هذه المخاطر وتعزيز الصحة والرفاهية بشكل عام.